سلام، مرحبا بكم في فيديو جديد. الناس اللي غادي يشوفوا القناه اول مره ما تنساوش الاشتراك في القناه ولايك الفيديو الى عجبكم. الفيديو ديال اليوم غادي نوجد معكم بانيني، خبز ديال بانيني. اللي بغى يصاوبهم بانيني كبير عادي، واللي بغى يصاوبهم ميني بانيني حتى هما كيجيو ساهلين وما محتاجينش اننا نمشيو نشريوهم. هي المكونات ديالها بساطين وساهلين وفي اي دار، يعني ما محتاج انك عاد تخرج تجيب شي حوايج اللي باش تصاوبهم. هنايا عندي المقادير، ربعة ديال الدقيق، عندي معاها واحد 4 معالق ديال الملحة، معلقة كبيرة ديال الخميرة، ماشي الخميرة ديال الحلوة، الخميرة ديال الخبز، ها هي كيف تشوفوا العادية. وعندي هنايا واحد المعلقة ديال الزبدة، ما عمرهاش بزاف، مهم معلقة ديال الزبدة. وعندي شوية ديال الماء دافي، هو باش غادي نعجنها. أول حاجة غادي ندير هاد الملحة ونزيد عليها هاد الخميرة، وغادي ندير شوية ديال الماء، ماشي دابا بزاف هكا، نحاول نعجن من بعد داك الخميرة هي والملحة، نعجنها. من بعد هكا ما جمعتها غادي نحاول ندلكها مزيان، تبغي واحد شويه ديال الدليك ماشي بزاف، ولهني شويه. من بعد ما دلكتها واحد شويه خليتها على هذا الشكل، غادي نجيب دابا هذه المعلقه ديال الزبده وغادي ندير لها على هذا الشكل بحال هكا، شكل بحال هكا، شدها وندلكها. واخا ديك الزبده تبدا تخرج لكم بحال هكا راه عادي، غير خصها الدليك ماشي بزاف، ولكن يعني ما تندمج ديك الزبده مزيان. من بعد ها هي ما ساليتها، صافي دخلت فيها داك الزبده مزيان، شوف راه هكا كتجي على هذا الشكل. غادي نحطها بحال هكا وغادي نخليها تخمر، تخمر مزيان، ومن بعد نولي نرجع لكم. ها هي ما كتشوفوها هي كيف خمرات، غادي نحاول نحيد لها، نولي عاوتاني ندير لها بحال هكا باش تزول من هذيك الخميره، نخوي من هذيك الخميره. غنمسك يدي بالماء باش تنقص، وغادي ندير لهم هكا كويرات على حساب البانيني اللي باغيين نتوما، كانوا صغيرين صغيره بحال الخبز ديال طاكوس اللي صاوبتها، اللي بغاها صغيره صغر، بغاها كبيره يكبر العجينه. شويه ديال الدقيق هنا، تلقها تلقها هكا غير بيدي، بعد ما تلقات غادي نجيب ونبدا ندير لها على هذا الشكل. على هذا الشكل، ومن بعد نزير هادو الجناب هكا
سيئة هدو مسكانك. وها هما غادي نكمل هاد الشي هكا ونخليهم يخمروا حتى يخبروا مزيان، وعاد غادي ندخلهم للفران. من بعد ها هما ما خمروا، كيضاعف الحجم ديالهم. هانتوما كتشوفوا كيف كيوليو. دابا الفران خاصو يكون سخون مزيان، غادي نديرهم الطياب ديالهم ما كيبقاوش بزاف، تقريبا واحد 5 دقائق كيكونوا طايبين، لان ما خصهمش يتحمروا، غير يشدوا راسهم وصافي كيخرجوا. الطياب ديالهم ساهل، غادي نطيبهم وغادي نوريكم الشكل كيف غادي يجي في التالي. كيجيو من بعد ما طيبناهم، هانتوما كي كتشوفوا الطياب ديالهم كيف كيجي. كان هذا الفيديو ديال اليوم، كنتمنى تجربوهم، الا جربتوهم وعجبوكم ما تنساوش لايك الفيديو واشتراك في القناه.